تفسيرك لضعف الأقبال النهارده؟ والله أنا مش عارف، لأن إحنا هل الجو لأن الجو حر، أو إن الناس حصل لها نوع من، في ناس كتير حصل لها نوع من الإحباط. مفيش شك لأنه النهاردة أول يوم في الجولة الثانية. الجولة الأولى كانت تقريبا في نفس التوقيت، إحنا كنا طوابير طويلة تمتد مسافات طويلة، بعكس النهاردة. هو أتمنى أنه بقية اليوم وبكرة إن شاء الله أنه الناس كلها تنزل، علشان خاطر أن احنا كلنا نشارك في اختيار واحد يحكم مصر بشكل مختلف. بقى انطباعك عن التأمين ووجود الشرطة ووجود الجيش؟ والبعض كان بيقول أنه هيبقى فيه صعوبات هيتلافوها في جولة الإعادة، شايف أن الصعوبات دي تم تلافيها؟ أنا شايف كان فيه صعوبات، بس أنا مش عارف هل ده بسبب ضعف الإقبال ولا بسبب الجو ولا ايه. بس بصراحه المره اللي فاتت كان العمليه فيها ما فيهاش نظام، المره دي احنا دخلنا على طول وصوتنا بسرعه جدا والعمليه كانت سلسه يعني. طيب البعض بيتحدث عن وجود اقلام خاصه داخل اللجان. لا، هو القلم اللي جوه قلم بيك بنص جنيه يعني، ولا بيعمل اي حاجه خالص. اهم قرار انت بتنتظره من الرئيس القادم؟ اهم قرار تطهير البلد من الفساد اللي فيها. كل الوظائف الحكوميه العليا في البلد كلها فاسده وكلها تابع النظام، فعايزين نطهر البلد من الفساد والنظام اللي موجود فيها. حضرتك انطباعك عن الانتخابات النهارده؟ كويسه تمام والحمد لله، كله بخير وتمام، واحنا عايزين الانتخابات تنجح وعايزين كله ينجح ويبقى تمام، وكل واولاد هينزلوا ينتخبوا، كله ينزل ينتخب. ده صوتك لمين؟ لا ما ادورش، ما اقولش لحد. لا ده سر، ده مني لنفسي. لا لا لا، ده صوتي للي انا عايزه، وربنا يولي من يصلح.